في كتابه المصباح ذكر الشاعر والكاتب الباكستاني ميرزا أديب أنه في ستينيات القرن الماضي ذهب إلى دلهي الهندية للعمل، وفي أحد الأيام وبنزوله من الحافلة وتفتيش جيوبه تفاجأ بأن أحدهم قد سرق ما كان في جيبه والذي يساوي فقط 9 روبيات ورسالة في ظرف كان قد كتبها إلى أمه وأبطأ إرسالها إليها. كان مضمون رسالته التي سرقت: أمي الحنون، فصلت عن عملي، لا أستطيع أن أرسل لك هذا الشهر مبلغ 50 روبيا المعتاد. احتفظ ميرزا أديب برسالته في جيبه 3 أيام على أمل أن يرسلها في وقت لاحق بما يتوفر له من روبيات. وبالرغم من أن الروبيات 9 التي سرقت لا تساوي شيئا، لكن الذي فصل عن عمله وسرق ماله تساوي في نظره 9000 روبيا. بعد أيام من الحادثة وصلته رسالة من أمه، فتوجس خوف وقال في نفسه لابد أنها طلبت المبلغ الذي اعتدت إرساله إليها. لكنه عندما فتح الرسالة وقرأها احتار كونها تحمل شكرها ودعواتها له قائلة: وصلتني منك 50 روبيا عبر حوالتك المالية، كم أنت رائع يا بني، ترسل لي المبلغ في وقته ولا تتأخر بتاتا رغم أنهم فصلوك عن عملك، أدعو لك بالتوفيق وسعة الرزق يا بني. بقي ميرزا محتارا لأيام، من يا ترى الذي أرسل هذا المبلغ إلى أمه؟ بعدها بأيام وصلته رسالة أخرى بخط يد بالكاد يقرأ. كتب في الرسالة أو كتب في الرسالة: حصلت على عنوانك من طرف ظرف الرسالة الأولى، وقد أضفت إلى روبياتك 9 41 روبيا كنت قد جمعتها سابقا، يعني سرقتها وأرسلتها حوالة مالية إلى أمك حسب العنوان الذي في رسالتك. وبصراحة فإني فكرت في أمي وأمك، فقلت في نفسي: لماذا تبيت أمك لياليها وأيامها طاوية على الجوع وتحمل ذنبك وذنبها؟ تحياتي لك، أنا صاحبك الذي انتشلتك في الحافلة فسامحني. أين لصوص مالنا العام، كبيرهم وصغيرهم، من أخلاق سارق ميرزا أديب ومرؤته؟ لا نطلب منكم أن تبنوا لنا منتجعات حذو قصوركم، فقط فكروا في أحلام الفقراء الذين انتخبوا واجهاتكم السياسية أملا في غد أفضل فخنتم الأمانة والوعد. فكروا في عرق الثكالى واليتامى المتراصين على جنبات طريقكم إلى جهنم، يا لصوصا خانتكم أخلاق لص ميرزا أديب ومرؤته. ألقاكم بعد الجنريك. مرحبا بكم من جديد. الإعلان رسميا إذن عن الهيئة التسييرية لجبهة الخلاص الوطني، جبهة الخلاص التي عقدت اليوم ندوتها الصحفية الأولى. تهدف جبهة الخلاص الوطني، ما أسماه بيان سابق لأحمد الجبشابي، تهدف إلى توحيد الكفاح الميداني، وتهدف إلى إعداد برنامج الإنقاذ والدفع إلى عقد مؤتمر حوار وطني دون توان ولا إقصاء. الخارجية الأمريكية منذ ساعات فقط تقول إن قانون أو تقول إنها قلقة بشأن قرار سعيد إعادة تشكيل هيئة الانتخابات. ومنظمة أنا يقظ تدعو سعيد إلى إلغاء الاستفتاء، وتدعو كل مكونات المجتمع المدني إلى اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة، وتدعوهم إلى مضافرة الجهود للدعوة إلى المقاطعة الاستفتاء إذا لم يتم التراجع عنه، وتدعو إلى إحباط كل مخطط يهدف إلى ما اسمتها التغرير بإرادة المواطنين والالتفاف على المسار الديمقراطي، وتقول إن الحرية التي نالها الشعب التونسي بالدم وبالألم. في المقابل أحمد شفتر عضو الحملة التفسيرية لمشروع قيس سعيد يتحدث عما أسماها عملية إعداد حثيثة في جل محليات البلاد لتحرك 8 مايو، ويقول سيكون عنوان التحرك الوصفة الطبية
الشعبية والمشروعة في وجه كل قوى الجذب إلى الوراء. سؤالنا المركزي في حلقة الليلة: إلى أي حد تملك جبهة الخلاص الوطني التي يقودها نجيب الشابي وتسندها النهضة ومواطنون ضد الانقلاب ووجوه وطنية عدة، إلى أي حد تملك هذه الجبهة جبهة الخلاص مقومات البديل السياسي وقادرة على رتق ما أسماه متخصصون في القانون بالخراب الدستوري الحاصل منذ 9 أشهر. زهير إسماعيل الباحث وعضو مواطنون ضد الانقلاب ضيفنا في الجزء الأول، تقريبا ربع ساعة بعدها سيلتحق بنا المحلل السياسي بولبابا سالم. مرحبا بك زهير إسماعيل. مساء الخير وصحة الشريف. طيب، إذن اليوم ندوة صحفية أولى لجبهة الخلاص. بداية، ندعك بتوصيف قيادي في مواطن الانقلاب أم قيادي في جبهة الخلاص سيد زوير؟ نعم، سؤال. نوصفك منذ الآن بقيادي في جبهة الخلاص. لا، ليس هذا، وإنما يعني أنا في الهيئة التنفيذية لمواطنون ضد الانقلاب، ونحن جزء من هذه الجبهة، ولم يعلن بعد الهيئة التسييرية لهذه الجبهة. مع الشكر الجزيل صحفي. نعم، إن كان الصوت متقطع فقط، إذن تصوب لنا سيد زهير ندوة صحفية، ولكن الهيئة الإعلان الرسمي عن الهيئة التسييرية لجبهة الخلاص الوطني ما زالت قيد الإنشاء. في كلمة قبل أن يلتحق بنا صديق بولبابا سالم، ما الجديد نقلتكم من مواطنين أو مواطنين ضد الانقلاب إلى جبهة الخلاص؟ ما هي الإضافة النوعية والإضافة من حيث التركيبة سيد زهير؟ نعم سيد حسين، أجدد التحية لك ولضيفك صديق سيد زهير. الصوت بولبابا سالم، هل تسمعنا سيد زهير؟ الصوت غير واضح. الآن الصوت عاود لو ممكن سيد زهير. قلت يعني أجدد لك التحية ولضيفك صديق بولبابا سالم وإلى كل مشاهدي قناة الزيتون. أنا الواقع سأعلق، اسمح لي أن أعلق على القصة التي أوردتها، وهي قصة مهمة إذا سمحنا لأنفسنا بأن نسقطها على واقعنا. فالقصة تشير إلى أنه حتى في الأخطاء أو حتى في الخطايا يمكن أن نتلمس شيئا من الأخلاق وشيئا من الشهامة. يعني ما نعيشه نحن اليوم مع الانقلاب، هذا الانقلاب هو يعني يمكن أن نقول من أحق ما عرفته التجارب السياسية المعاصرة من الانحطاط. هو ديكتاتورية رثة وديكتاتورية منحطة منفصلة فعلا عن كل الأخلاق. الأخلاق هنا بمعنى يعني ما يتعاقد عليه الناس حتى وإن اختلفوا، يتعاقدون على قواعد لعبة، يتعاقدون على مواثيق، على دساتير. ولكن هذا الانقلاب ليس له شيء من كل هذه المعاني الثانية. نعم، هذا أولا حول ولذلك نحن نتحرك في هذه هذا السياق السياسي وكأننا بلا مرجعية يعني قيمية وأخلاقية وقانونية يعني حجم الهدم الذي أتاه الانقلاب، سواء على مستوى يعني الدولة والمؤسسات والقوانين أو على مستوى ما تعرف عليه الناس من الأخلاق. حول سؤالك، من المهم أن يعني نبين بدقة هذه المرحلة. نحن أمام مرحلة جديدة فعلا، أمام تحول نوعي في المشهد السياسي منذ 25 جويلية. بالنسبة إلى الجبهة، جبهة الخلاص الوطني، هي أولا خلاصة وتتويج، وهذا مهم، لمسار اتفاقي، وأشار الأستاذ نجيب إلى هذا المسار وانخرط فيه في يعني مرحلته الأخيرة وصار جزءا منه. الجبهة هي تتويج لهذا المسار الفتاحي، وهو مسار يعني مقاومة مواطنية في مواجهة الانقلاب. أقول في اختصار، استطاعت أن تفرض شيئا مهما هو عنوان المعركة، وهو انقلاب ديمقراطية. وقد حاول الانقلاب ويعني محيطه وكل من كان معه
أن يغير هذا العنوان إلى ما يسمونه يعني زورا مقاطع تصحيح مقابل منظومة فاسدة، ويحاولون أن يجعلوا عنوانا هوويا مثل ما كانت يعني تبدأ فيه المنظومة القديمة وهي غير غائبة عن هذا الانقلاب، وقد نعود إلى هذا بالتفصيل. فإذن نحن أمام تتويج، بمعنى آخر الجبهة هي انتقال من هذه المقاومة الفتاحية السياسية في مواجهة الانقلاب إلى بناء الإطار السياسي في يعني البديل الديمقراطي على أنقاض الانقلاب. يعني حدث أمران مهمان في حسين. نعم. الأول هو تصويت النواب يوم 30 مارس بقانون يعني يبطل العمل بكل الأوامر يعني اللادستورية، وعلى رأسها 117. هذا حدث مهم جدا، وهو نوعا من الإسقاط القانوني للانقلاب وكل ما خطه من أوامر. الحدث الثاني هو الجبهة. إذا الجبهة هي تتويج، ومن المهم أن نتحدث عن طبيعة هذه الجبهة وعن مهمتها. هي جبهة سياسية بامتياز بمهمة إنقاذية، وتعطي للإنقاذ الاقتصادي يعني أولوية، رغم إيماننا في يعني داخل مقاومة الجبهة وفي مواطنين ضد الانقلاب أنه حتى المسلم الاقتصادي حصله من طبيعة سياسية. بمعنى آخر الجبهة هي مقدمة سياسية لحل أو على الأقل لمواجهة الأزمة المالية الاقتصادية في سياق الانقلاب. ولذلك يعني المهمة الأولى، نحن أمام مهمة مزدوجة لهذه الجبهة، وأمام مرحلة في غاية الدقة لابد من فهمها، لأن دقة المرحلة يتدخل فيها المحلي في الدولي، وسنتوقف عند هذا إن شئت. نعم. فقط في كلمة سيد زهير مهم جدا، لو نحاول تلخيص ما قلته، يعني مواطنون ضد الانقلاب كانت مهمتها الرئيسية نضالية مقاومة، وفرت الأرضية بمعنى أنه فندت مسألة الشعبية والتفويض التي كان يتحدث بها سعيد. اليوم هذا التتويج يأتي في شكل جبهة الخلاص لتنجز مرحلة الإنقاذ. نعم، أشياء قلت يعني هذا مهم جدا، هو سقف هذه الجبهة. نعم. هذا مهم جدا، يعني الجبهة ضمت كل من يقف في وجه الانقلاب، ولذلك هي مهمتها مزدوجة. حتى في إعلان 9 يعني أبريل للأستاذ نجيب الشعبي أشار إلى هذا بالنص. إذن هي مهمة مزدوجة، استكمال، وهذا مهم، استكمال مهمة إزاحة الانقلاب وإسقاط الانقلاب وكل ما يعني تولد عنه. والمهمة الثانية هي إعداد البديل الديمقراطي، ولذلك يعني هي في هذا السقف المهم، وهذا نعتبره سقف أدنى، هو السقف الأدنى. يعني من يناهض الانقلاب لا يمكن إلا أن يكون ضمن هذه الجبهة لإزاحة هذه العقبات، ثم إعداد البديل الديمقراطي، وهنالك تفصيل في هذا. ولذلك يعني نحن أمام قلت تحول في علاقة بحدث الانقلاب وفي علاقة بالديمقراطية وشروطها. ولذلك المعطى الديمقراطي مهم جدا في مسألة الجبهة وفي مستقبل يعني الانقاذ في تونس. الجبهة تحدد نفسها على أنها يعني تتجه إلى استعادة المؤسسات واستعادة الديمقراطية واستعادة أثار الديمقراطية بعد هذا المسار الكفاح الذي انطلق. لكن سيد زهير، معذرة، البعض ينتقد ربما ما أسميته سيادتكم بالتحول النوعي، ربما يقرأ في هذا التحول وهذا الإعلان الجديد الذي يقوده نجيب الشعبي ربما استعجال للثمرة، طالما أن القوى السياسية المتشكلة في جبهة الخلاص الوطني وحزامها أنتم الآن تقفون خارج المؤسسات، بمعنى أنه سعيد هو يسيطر على الأرض، بمعنى عندكمش مؤسسة كما كنتم من قبل، عندكم النواب مفعل. هذا الوجود ربما يجعل
من بعض المنتقدين أو الملاحظين يرون في هذا الإعلان ما أسميته أنت بمهمة إنقاذ قد يكون من باب استعجال الثمرة، كيف ترد؟ شوف حسين، هو فكرة الجبهة، يعني لو كنا ولو ربما لا تفيد كثيرا في السياسة، ولكن لو كنا أمام ثقافة ديمقراطية وأمام قوى ديمقراطية مهيكلة وأمام الحد الأدنى من الحياة الحزبية في علاقة بمرجعية الدستور والديمقراطية، يعني لكان أول رد فعل على الانقلاب هو تشكيل هذه الجبهة. وفكرة الجبهة طرحت منذ إضراب الجوع الشهير، طرحت هذه المسألة وكانت هنالك مشاورات مهمة جدا خاصة بين مواطنون ضد الانقلاب واللقاء الوطني للإنقاذ، وتم التوصل إلى جملة من البنود وجملة من النقاط، منها يعني النضال المشترك في مواجهة الانقلاب وإعداد ما أسميناه وقتها بمؤتمر وطني للبديل الديمقراطي. ولذلك المسألة يعني كانت مطروحة منذ البداية، والأصل هو أن تتشكل جبهة في مواجهة انقلاب دستور وديمقراطية. ولكن نحن نعتبر أن المسألة تم إنغازها من خلال، وأنت أشرت إلى يعني مسار هذا المسار الكفاحي، حقق ثلاث نتائج مهمة. النتيجة الأولى أشرت إليها، دحض أسطورة التفويض الشعبي حتى قبل الاستشارة الفاشلة، وهذا في غاية الأهمية. الأمر الثاني، ترسيخ جوهر الصراع الحقيقي انقلاب ديمقراطية. والنقطة الثالثة وهي استعادة واستنهاض دور البرلمان، وكان للمواطنون ضد الانقلاب دور فاعل في هذا الأمر مع النواب الأحرار، ويعني من خلال المبادرة الديمقراطية. وقد طرحناها، تذكر أن طرحناها في الشارع حينما منعنا من أن نفذها في قاعة عامة. يعني عرضت هذه الندوة يوم 8 نوفمبر وطرحنا فيها ثلاث نقاط أساسية، أولها عودة البرلمان. لماذا طرحنا البرلمان؟ يعني البعض وقتها يقول إن هذا البرلمان تم تذليله، بعض الآخر يعني له موقف سلبي من البرلمان. نحن قلنا إن الانقلاب هو اختطاف لمؤسسات الدولة، وأولها المؤسسة التشريعية، وما يهمنا هو المؤسسة في حد ذاتها، هي مؤسسة أصلية. وفي نفس الوقت يعني قلنا لابد من تحرير هذه المؤسسة، والتصويت هو خطوة. وهذا كان واضح اليوم في كلمة، اسمح لي، أحمد نجيب الشابي الذي أكد على مركزية عودة البرلمان بمهام محددة، هو يعني تصويت لحكومة إنقاذ وطني. اسمح لي أن نرحب بالبابا سالم ضيفنا الثاني. سيد البابا سحشريبتك. نعم سيد البابا. سيد متابعين قناة الزيتون، الله ينورك. سيد زهير يقول أن تحول مواطنون ضد الانقلاب إلى جبهة الخلاص فيه تحول نوعي، يقول ثم مهمة تحولنا من مهمة يعني نضالية كفاحية مقاومة إلى مهمة إنقاذ. سؤالنا سيد بلبابة، في كذا ظروف سياسية وفي ظل تحكم السعيد في كل مفاصل الدولة وكل المؤسسات حتى المؤسسات الرقابية البرلمان وغيره، إلى أي حد يمكن لجبهة الخلاص الوطني أن تكون أو تحد من هيمنة السعيد على السلطات المستمرة منذ 8/9؟ نعم، شكرا على السؤال. في البداية هنا لابد أن طبعا نحط نضع الأمور في إطارها، بأن دائما السياسة هناك سياقات، هناك سياقات. سياق معين، يعني السياق الذي نشأ فيه، نعم سياقات، السياق الذي نشأ فيه مثلا المواطنون ضد الانقلاب التي تشكل هي عصب يعني جبهة الخلاص الوطني، وهي الأساس الأول الذي كان يعني واضحا وصريحا منذ الانقلاب الدستوري يوم 25 جويلية، واستطاع مواطنون ضد الانقلاب يعني خاصة، وهذا لا يمكنه أحد، تعبئة الشارع في تلك اللحظات الصعبة، وكان يعني أعطى نوع من التوازن في المشهد السياسي وفي المشهد حتى في الشارع أيضا. المسألة الثانية أن تحول هذا المكون رفقة مكونات عديدة رفضوا مسار 25 جويلية، مثل الأستاذ نجيب الشابي وحزبه، وكذلك بعض الأطراف السياسية الأخرى، الدكتور المرزوقي كذلك، وحتى أطراف أخرى طبعا لم تنضم مثل حمل نعم همامي
والائتلاف الكرامة وقلب تونس وحركة تونس الإرادة، يعني بالإضافة إلى جمعيات، يعني هؤلاء تقريبا الآن تشكلوا في جسم سياسي هو جمهوي بالطبيعة، هي جبهة الخلاص الوطني، من أجل تأطير ربما هذه التحركات وإيجاد رؤية مشتركة ربما لمعالجة الأزمة السياسية. طبعا تونس تعاني أزمة سياسية لها امتدادات اقتصادية واجتماعية، ولكن أساس هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية هو السبب السياسي. هنا طبعا متى ظهر ذلك؟ ظهر أساسا بعد تقريبا جلسة البرلمان الافتراضية كما ذكر يعني يوم 30 مارس، جلسة عن بعد، وما تلاها بعد ذلك، نعم جلسة عن بعد، وما تلاها من قرارات طبعا من تجميع كل من حل الهيئات الدستورية التي قام بها الرئيس قيس سعيد، جمع السلطة التنفيذية، جمع السلطة التشريعية لديها، السلطة القضائية كذلك تم حل مجلس القضاء، المؤسسات الدستورية الأخرى، هيئة مكافحة الفساد أو أي دستورية القوانين. نعم عمليا سيد بلبابة كنت تسمعني، عمليا على الأرض الآن الانتخابات. هات نقيم مدى قدرة هذه الجبهة على إحداث التوازن الفعلي، أخطاء المشروعية وغيره على الأرض. نعم، هذه الجبهة أعتقد بأنها قادرة أن تكون واجهة سياسية لقوى مختلفة، لأنها فيها مشارب سياسية مختلفة، توجهات إيديولوجية مختلفة، تناست طبعا خلافاتها السابقة من أجل إنقاذ أو الإنقاذ تونس، ومن أجل العودة إلى الديمقراطية. يعني العنوان الرئيس لهذه الجبهة هي العودة إلى الديمقراطية والعودة إلى المسار الديمقراطي، لأن هناك خطر حقيقي يتهدد المسار الديمقراطي. لكن نعم. أنا أريد أن أسأل الأستاذ زهير إسماعيل، اسمح لي. نعم لكذلك، تفضل سيدي. نعم أريد أن أسأله، كثيرون مثلا يعني تفاعلوا مع هذه الجبهة واعتبروها يعني نوع تحدث يعني نوع من التوازن، وهي تقريبا جمعت شتات المعارضة، معارضة الرئيس قيس سعيد. لكن في الآن نفسه مكونات هذه الجبهة نفسها، البعض منها، أنا طبعا لو أعطي رؤية أخرى، الكل مسؤول عما حصل خلال العشر سنوات السابقة وليس أطراف معينة كما يصورها البعض. لكن هنا مثلا لنكون واضحين، مثلا الحزب الأقوى والأصلب هنا فيها هي مثلا حركة النهضة. ربما أنا أتساءل هنا وأريد أن أفهم، هل قامت سواء النهضة أو الكرامة أو قلب تونس أو غيرهم من مكوناتها بمراجعات جذرية أو نقدية للمرحلة السابقة لأدائهم؟ وهل سيدخلون هذه الجبهة بالوجوه القديمة أم بالوجوه الجديدة؟ لأن طبعا إيجاد وجود شبهي، وجود يعني أنا يعني مطلع على الشأن السياسي جيدا وعلى الشأن الحزبي في الكثير من الأحزاب في تونس، يعني تقريبا حتى من أنصار داخل هذه الأحزاب يطالبون بالتغيير، يعني أن تصل لها مقبولية شعبية أكثر من الوجوه القديمة. نعم. التي ربما لعبت كل الأدوار لنا. مثلا في ذلك أخ حسين، تأخذ مثلا مواطنون ضد الانقلاب، يعني تنظيم أفقي فيه نشطاء مستقلون من مشارب مختلفة استطاع جمع الناس حول رؤية وحول هدف للتصدي إلى 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 مسار 25 جويلية، ولأن هؤلاء ليس لديهم ربما ماضي تنظيمي أو ما شابه ذلك. نعم. واستطاعوا فرض ذلك. فهل هذه الأحزاب فعلا ستقوم بهذه المراجعات حتى تستطيع فعلا أن تكسب الرأي العام وتتقدم إلى الأمام، يعني من أجل أن تتجذر، خاصة أنها تريد أن تنتشر يعني في الجهات هنا؟ نعم. من أجل واضح السؤال التعبية. سيد زهير، هل استمعت لسؤال سي بلبابة؟ نعم نعم نعم، شكرا أستاذ بلبابة، هو سؤال مهم وسؤال مفصلي. هناك إجابة مباشرة بالنسبة إلي، هو أن يعني اليوم حتى الجهات التي تعتبر مسؤولة، طبعا مع اختلاف في هذه المسؤولية، مسؤولية ما قبل 25، هي تجد نفسها عمليا يعني تقدم، إذا كان المقصود بالمراجعات نقد تجربة العشر سنوات في الانتقال الديمقراطي وتعثر هذا الانتقال والأسباب، فيعني الوقوف في مواجهة الانقلاب هو يحملها يعني ضرورة إلى أن لا أقول تخرج من هويتها القديمة إلى هويتها الجديدة، ولكن السياق، وقد أشرت أستاذ بلبابة إلى السياق، السياق سيفرض عليها أن لا تكون هي نفسها ما قبل يعني 25، مع أننا نحن يعني مجموعة مواطن ضد الانقلاب، المجموعة القليلة، وتعرفون هذا وذكرناه في أكثر من مرة، الذي جمعنا هو يعني أمران. الأمر الأول هو نقد تجربة الانتقال
يعني في سنواتها العشر، رغم أن بعض منا كان جزءاً من هذه التجربة بدرجة أو أخرى. والنقطة الثانية هي الدفاع عن شروط الديمقراطية، يعني ربما الخلاف الذي كان حاصلاً ليس فقط حول الديمقراطية، على الأقل بين المكونات التي اجتمعت اليوم في الجبهة، يعني وصلنا إلى هذه الجملة السياسية: نتفق في أننا ندافع عن الديمقراطية وقد نختلف في شروط هذه الديمقراطية، وسنتفق بالممارسة حول هذه الشروط. ولعل القاعدة التي عليها الفرز اليوم انقلاب ديمقراطية سيساعد فعلا على اكتشاف هذه الشروط، مع أن هنالك يعني نعم. السياسية عانت من مشكل، هو أن أهم شروط الديمقراطية، وهنا أشير بالوضوح الكامل إلى حركة النهضة، أصبح يعني هذا العامل معضلة، ولذلك الانقسام حول النهضة تحول إلى انقسام حول الديمقراطية، بل أن بعض الجهات التي يعني تؤكد مرجعيتها بالحداثة السياسية وبالديمقراطية وحتى بالعلمانية يعني انتهت في عدم تمييزها بين شرط الديمقراطية ومرجعيته الأيديولوجية، أصبحت الديمقراطية تمثل لها هاجسا وتهديدا وجوديا، وهذا ربما هو الذي يبرر الانقسام السابق فيما قبل نعم. 25. لعل في حسين أشير هنا، أنا أعتبر أن الجبهة هذه لم تكون يعني إعادة يعني تشكيل أو إعادة إنتاج القديم، وأتحدث هنا عن الطيف الحزبي، هي تحاول أن يعني اعتمادا على هذا الأفق الناهض وهذا الأفق الكفاحي الذي تبلور مع مواطنين ضد الانقلاب ومع هذه المسيرة 8 أو 9 أشهر، هو هنالك يعني اتجاه، بل أقول نقطة بداية أو شرط أولي لتجديد الطبقة الأساسية، ليس إعادة توزيع مهام على وجوه قديمة، لا، حتى وإن كانت هناك بعض الوجوه القديمة، ولكن السياق والمضمون والمهمة هو أمر جديد. نحن أشرنا إلى مهمة مزدوجة، استكمال يعني إسقاط الانقلاب بكل الوضوح، والإعداد للبديل الديمقراطي. وصيف الديمقراطي هنا على قدر كبير من الأهمية، بمعنى آخر وكأننا نعيد بناء مشترك فشلنا في أن نبنيه تقريبا في الفترة يعني في فترة الانتقال يعني بتاع 10 سنوات. ولذلك يعني هنا يعني نقاط مهمة جدا. الأمر الثاني، أنا قلت يمكن أن نجيب إجابة مباشرة، ولعلي أجبت إجابة مباشرة من خلال المشهد السياسي ومكوناته، هو لن يعيد إنتاجها، وإنما سيضعها سيعيد ترتيبها في سياق جديد، وهذا سيعطي نتيجة جديدة. الأمر الثاني، وهذا وسأوجز لأنه يتطلب تحليلا معمقا وكثير من الوقت، أشير إلى أن هنالك يعني اليوم المشهد السياسي وهذا الذي تم الانقلاب عليه هو جزء من البلاد وليس كل البلاد. أنا أشدد دائما على معطى أساسي جدا مهم جدا كثيرا ما يقع إغفاله، هو حقيقة الانقسام. بلادنا تعيش انقساما مضاعفا قبل الثورة وبعدها. نعم. انقسام اجتماعي حسين، لو تعطيني دقيقة لكم ذلك. نعم نعم تفضل. نعم، انقسام اجتماعي كان سببا في الانتفاض المواطني ويعني الإطاحة بنظام الاستبداد وما تم تدشينه من تأثير ثم انتقال ديمقراطي في السنوات العشر، وانقسام هووي. لأن كان الانقسام الاجتماعي سببا في الثورة وإزاحة الانقلاب وتوفير شروط بناء الحرية، فإن الانقسام الهووي كان سببا أو على الأقل من الأسباب الأساسية في إجهاض عملية التأسيس ثم في يعني الانتقال ثم يعني الانقلاب. اليوم نحن أمام يعني مجالين سياسيين، مجال سياسي رسمي هو الذي يحدث داخله الانقلاب، فيه الديمقراطية وتعثر 10 سنوات للملكات. نعم باختصار. نعم، مجال سياسي هامشي منه انطلقت الثورة، هذا هو الذي سنربط معه. بمعنى آخر، نحن نعرف مثقفين في العمق، مثقفين في الجهاد،
وهؤلاء تحركوا، هؤلاء هم الذين كانوا وقود التحركات في محمد الخامس وشارع الثورة وحتى كذلك في الجهاد. بمعنى آخر كنا نلعب في وسط الميدان، الآن سيمتد مجال الصراع وإعادة يعني بناء الديمقراطية، بل أقول إعادة بناء الدولة بحد ذاتها لكي تكون تخرج من جهويتها وتكون دولة وطنية. دولتنا إلى اليوم هي منعتها مجازا وطنية ولكنها جهوية أي مركزية، لم تكن قادرة على تغطية كل المجال الاجتماعي. نعم سيد زهير، في 2013 و2014 لرأب الصدع الاجتماعي، ولكن بقينا أمام مجالين منفصلين، كما عندنا مجال اقتصادي رسمي ومجال اقتصادي موازي، عندنا أيضا في السياسة. قيس سعيد بخطابه الشعبوي حاول أن يقضم جزءا من الهامش، أو ربما نسميه المجتمع الأهلي، ولكنه فشل. لماذا؟ لأنه في نهاية الأمر وأقولها بالوضوح الكافي هو واجهة للوبي معروف، جزء من المنظومة القديمة لها علاقة توظف الأجهزة، والأجهزة تم جرها إلى هذه المهمة بمنطق تطبيق القانون. نعم سيد زهير، واضح. حينما تقوم هذه الجبهة وهي جبهة لن يعني تكون موازية، لأننا نعتبر نفسنا نحن الشرعية، الانقلاب ليس له شرعية، لن يكون هنالك مؤسسات موازية ولا حكومتان ولا نموذج ليبي يعني يقع التخويف به، لا أبدا. نحن نتحدث داخل الشرعية واستعادة الشرعية، وهذا ما أكده سمحت الزهير، وربما كجزء من جوابكم أو جواب سيد بلبابة على مدى قدرة الأطراف السياسية التي كانت في حزام أو على حزام مواطن الانقلاب واليوم تشكل العمود الفقري لجبهة الخلاص، هو حوار الغنوشي البارحة لصحيفة اليمين الفرنسي لو فيغارو، وتحدث بكل وضوح سيد بلبابة عندما قال أن الحركة الإسلامية والنهضة جزء من المشكل الماضي، لكن يقول أن القانون معنا والشارع معنا. سؤالي لكم سيد بلبابة على أهمية ما ذكره السيد زهير من كونه راه جبهة الخلاص راهي مش تعيد نفس الوجوه، إنما تعيد ترتيبها في سياق جديد، لكن من حيث التركيبة التي ذكرها اليوم الأحزاب، خمسة الأحزاب، يقول لك 5+5 نجيب الشابي، من حيث هذه الأحزاب ما زالت جبهة الخلاص لم تستوعب لا التيار الديمقراطي لا الجمهوري لا التكتل، يعني عمليا من حيث أسماء الأحزاب لم تضف جديدا باستثناء الشابي، فإلى أي حد هذا يجعلها قادرة على الفعل؟ هو صحيح، يعني هي طبيعة الأحزاب المشكلة لجبهة الخلاص هي تقريبا الحزام البرلماني الذي كان سائدا يعني في الحكومات السابقة بعد 2019. نعم، ولكن في نفسه الانفتاح هذه الجبهة هذا ربما يخضع إلى على أحزاب أخرى. أنا أتصور مثلا، وهنا تطرح يعني مسألة الصراع، أو للأسف في تونس نحن لماذا هذا التشظي الحزبي وهذا يعني التبعثر، أكثر من 250 حزب، وتجد أحيانا عائلات سياسية معناها مشتتة رغم أن فكرها واحد، هو بسبب هذا الصراع على الزعامة والصراع على القيادة، من يقود، من الذي سيتولى المهمة. للأسف هذه هي يعني المشكلة، سواء داخل أحزاب العائلة الاجتماعية والديمقراطية أو الأحزاب التي تسمى حدثية. وهذا ربما ما يعني هناك قولة مأثورة، يعني دائما اليسار مشتت لأنه له أكثر من شيخ بينما اليمين له شيخ واحد، وهذه حقيقة يعني. لكن عمليا سيد بلبابة المعارضة في الفترة الأخيرة حقيقة انتقادات كبيرة تحتاج إلى كاريزما. اليوم وجود نجيب الشابي بسيرته نضالية وسياسية، هل وجدت ضالتها المعارضة في شخصية قادرة أن تسوق نفسها داخليا وخارجيا؟ هو شوف، هو هنا سي حسين مش نكون واضحين، السيد أحمد نجيب الشابي لا أحد يمكن أن يزايد على الرجل في نضاله من أجل الديمقراطية، يعني رجل كان معارضا لبورقيبة، كان معارضا لابن علي، وحتى في بعد الثورة يعني كان معارضا أيضا، بالتالي ولكن لعب دورا أساسيا، ولكن دائما كان يؤكد على معطى أساسي هو الدفاع عن الديمقراطية. أنت لو تلاحظ يعني يعني وهنا يتقع عملية الفرز الحقيقي، يعني بعد 25 جويلية من رؤساء الأحزاب أو الرؤساء أو المناضلين القدامى الذين فعلا
تصدوا ل 25 جويلية وكانوا يعني أبدوا مواقف صريحة وواضحة. هم الشخصيات الثلاثة المعروفة ومعهم طبعا المناضلة، يعني ما نتحدث عن المرزوقي، نتحدث عن الشابي، نتحدث عن محمد الهمامي، وهؤلاء مناضلين من أجل الحرية ويعرفوا قيمة الحرية. بقية ربما الطيف الآخر، أتحدث أنا عن بعض الحزيبات الصغيرة هنا التي تزايد الآن وغيرت جلدتها وأصبحت تساند الرئيس بأكثر حتى من مساندي الرئيس نفسه. نعم. المعروفين، وهؤلاء رغم أن البعض منهم كان يعني يشتغل وزير، اشتغلوا وزراء في العشرية الماضية، واشتغلوا يعني كان هناك منهم نقابيين، منهم رؤساء أحزاب، منهم أحزاب أخرى، يعني كانوا جزء من منظومة العشرية الماضية، ولكنهم بدون حياة يعني يتقلبون في المواقف وكأن الذاكرة قصيرة أمام. نعم. التونسيين. التونسيين ذاكرتهم كبيرة وقوية ويعرفون جيدا أن هؤلاء بعضهم انتهازيين ويتلونون ويبحثون عن المغانم، يعني يعتبرون سلطة غنيمة في النهاية، أو السلطة نعم، يعني يبحثون عن المراكز، ولكن أو في النهاية يبيعون أنفسهم السياسة. لكن هنا 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 أريد أن أنا أعتبر أن هذه الجبهة، وأعتقد أن السيد ربما قد يؤيدني في هذا السي زهير، أعتقد أن هذه الجبهة ستتوسع أكثر من الموجود الآن. نعم. والسيد نجيب الشابي تقريبا بدأ يعني بإجراء حوارات مع أطراف سياسية مختلفة من أجل ضمها، يعني من أقرب الأحزاب التي أرى أنها قد تنضم فعلا يعني إلى هذه الجبهة هي مثلا الحزب الجمهوري، حزب التكتل كذلك، والتيار الديمقراطي، ولو ان هناك يعني انا على ذكرت المراجعات، والتيار الديمقراطي نفسه يعني اصبح يوجه انتقادات قويه وعنيفه حتى لرئيس الدوله في الفتره. نعم. الاخيره، لكن مدى قدره هذه المواقف الشخصيه التي يبديها ربما سواء غازي الشواشي او محمد عبو على مواقف الحزب، هذا سنراه في المستقبل. وربما دور كبير جدا موكول للسيد احمد نجيب الشابي اذا كان يطرح نفسه أكيد. فعلا شخصيه جامعه. لا، وهنا لا ننسى مسألة أخرى، أن السيد نجيب الشابي يعني حتى الذين ينتقدونه اليوم يعني ينتقدونه لماذا؟ لأنه يعتقدون لسبب بسيط، هؤلاء كانوا من أكثر الناس الذين يعني يساندوه بعد الثورة. نعم. لأنه كان رجل وفاقي، نتذكر جيدا مواقفه بعد الثورة، يعني كان ضد حالة التجمع، كان من المدافعين الشرسين عن الدولة المدنية، مناضل من أجل الديمقراطية، كان حتى لما كان يعارض سواء في فترة حكم الترويكا وحتى حكم النداء والنهضة وحتى من بعد، كان معارضا ديمقراطيا، يعني لم يكن معارضا استئصاليا. نعم. أو معارضا راديكاليا. بالتالي شخصية نجيب الشابي هي شخصية إصلاحية ليس شخصية راديكالية، وبالتالي أعتقد أنه قادر على جمع طيف آخر من المعارضة. طبعا لا أتحدث عن المعارضة الأقصى اليسار لأنها من المستبعد جدا أن تنضم إلى أي تحالف، لكن هنا السؤال يطرح على السيد، أعيد من جديد إلى السيد زهير إسماعيل، هل في نية جبهة الخلاص، والسيد زهير هو كان من نعم أعد السؤال رجاء. نعم، مواطنون ضد الانقلاب سيد بلبابة، هل تقطعات الصوت رجاء أعد السؤال جبهة الخلاص الوطني، حاول إعادة السؤال. نعم. رجاء، هل هناك، نعم سأعيد السؤال، هل هناك في برنامج وتوجه جبهة الخلاص الوطني مساعي من أجل إيجاد أرضية مشتركة مع بقية الطيف السياسي المعارض للانقلاب من أجل ضمهم إلى جبهة الخلاص الوطني، وإلى أين وصلت هذه المساعي؟ نعم سيد زهير، هل يجب النهوض لوقف الانقلاب ما قبله؟ شوف، يعني ربما هناك نقطة مهمة في، ولعلها نقطة إيجابية في الجبهة، وهي بصدد التشكل، ويعني أؤكد على أنها بصدد التشكل وتشكيل الجبهة انطلق بالسقوف التي ذكرنا، يعني مهمة استكمال إسقاط الانقلاب والإعداد للبديل الديمقراطي. أنا في تقديري الجبهة لم تعين نفسها بالسلب، أنا لست مع كذا وأرفض فلان ولا ألتقي مع فلان، لا، قالت حدثت سقفا مهمة، هو أن لا يتواصل هذا الانقلاب، بل أقول هذا العبث الذي يعني وصل مداه في العلاقة بالدولة وفي العلاقة بوحدة المجتمع،
وفي العلاقة بمعيشة الناس، ويمكن أن نفصل فيما بعد في هذا، رغم أن الموضوع أصبح يعني ممزوجا لأن المسألة أوضح من أن حتى يتحدث فيها، وإنما هي موضوع للمواجهة وللتجاوز فقط. حينما يعني قلنا المهمة هي يعني إزاحة هذا الاستثناء وهذا الانقلاب على الدستور والديمقراطية، واستعادة الحياة المقتدرة، بل نحن نقول التقدم نحو المسار الديمقراطي، لأنه أمامنا، بمعنى أننا نميز بين يعني أخطاء ما قبل يعني 25 وخطيئة 25 وما بعدها. بمعنى الخطأ تحت سقف الديمقراطية لا يمكن أن يقاس إلى الخطيئة يعني باستهداف الديمقراطية واستهداف مرجعها ونصها المرجعي وهو الدستور. إذا قلنا هذا استكمال إزاحة الانقلاب وهذا القوس يعني البغيض والتقدم نحو الديمقراطية، فيعني لا عذر لمتخلف، لا عذر لمتخلف، فالسقف واضح. كل من يناهض الانقلاب في بياناته حتى وإن التحق بعد 22 سبتمبر ويعني توضح له الأمر بعد يعني 117، رغم أن مواقف البعض كانت مواقف خطيرة، لأنه كان يمكن للانقلاب أن ينجح من خلال المساندة الأولى، ولكن على كل حال ليس هذا. نحن ننظر يعني نتجاوز في هذا الباب. سيد زهير رجاء اسمعني، للتفاعل للمستقبل، الجبهة مفتوحة للجميع. نعم. بالمحددات التي ذكرناها. وأنا سيد زهير في هذه النقطة اسمح لي، الأمر الثاني قبل أن أمر رجاء أعطيني كلمة في هذه النقطة بالذات، عندما تقول إن الجبهة مفتوحة، عندما يؤكد نجيب الشابي على أنه رأوا عودة البرلمان نقطة مركزية، لكن عودة البرلمان لمهمة خاصة، أليس بهذا العنوان أنتم تقتربون أكثر من مجموعة 116 الذين صوتوا على حل أو إبطال المراسيم سعيد 117 وما قبلها، بالتالي وأنكم تفتحون الذراع هذه الجبهة لأكثر من طرف وأكثر من نائب قد تبنى عودة البرلمان لمهمة خاصة؟ نعم، هو أنت أجبت عن السؤال. يعني نحن مواطنون ضد الانقلاب ليس فقط نمد أيدي، نحن ساهمنا في عودة البرلمان، كان نقطة من المبادرة الديمقراطية التي تقدمنا بها، ونعتبر يعني لأن هناك ثلاثي مهم جدا، ثلاثي أساس هو البرلمان، الحوار الوطني، وحكومة الإنقاذ. ربما الاختلافات هي في الدرجة وليس في الاتجاه، في التأليف، كيف التأليف بين هذه المكونات الثلاثة. هناك من يطرح مسألة الحوار الوطني رغم أنه، ونحن نطرحه أيضا رغم أنه الآن لا تتوفر شروطه. أنا في اعتقادي أن الأمر سيتجه إلى يعني بعد تشكيل الجبهة، لأن تشكيل الجبهة هو حدث نوعي مهم جدا. نعم، أعيد سؤال سيد بولبابا. سيد بولبابا لحظة حسين، ربي أكمل الفكرة، فقط رأوا ثم تقطعات لذلك. تفضل سيد زهير، ثم تقطعات في الصوت، تفضل. نعم، أنت قلت يعني نحن لا نسعى إلى توازنات، لسنا في وضع ديمقراطي، نحن نسعى إلى استعادة شروط يعني استئناف المسار الديمقراطي في مواجهة الانقلاب. نحن نسعى إلى، وحدث الجبهة مهم جدا وسيتداعى نتائجه ربما بسرعة لم نتوقعها. أنا يعني أعتقد أننا، وهذا رأيي الخاص، أن المزاج السياسي رغم حجم التخريب الذي يأتيه الانقلاب، المزاج السياسي بعد 30 مارس أي التصويت التاريخي الذي ذكرنا وبداية تشكيل جبهة الخلاص الوطني، دخلنا يعني من جهة المزاج السياسي فيما بعد الانقلاب. الانقلاب ليس له ما يقدم أكثر مما قدم، وهو غير قادر أن يصل إلى يعني استفتاء، أنا يعني متأكد من ذلك. ولذلك حدثت الجبهة على قدر كبير من الأهمية. أنا أعتبر أن بعد هذين الحدثين، وحتى يعني لأن إذا اعتبرنا أن الانقلاب هو يعني واجهة لقوة معروفة يعني لم تصبر تحت سقف الديمقراطية، هي جزء من المنظومة القديمة. المنظومة القديمة فيها من تدخل نسبيا، نعم، وقبل
في سقوط الديمقراطيه في يعني 2014، ولكنه في النهايه للاسباب المعروفه وما مر به يعني من تونس. نعم سيد 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 زهير، نعم ساهم الى حد كبير في ارباك هذه العمليه، لكنه اليوم جزء من شق هذه المنظومه يقف الى جانب الانقلاب ويوظف الاجهزه. انا اعتبر ان ازاحه الانقلاب حتى وان كان جزءا مهما مما يمكن ان نسميه المنظومه القديمه او ممن هو راعي تونس وتحدث عن قوى يعني دوليه معروفه في لوزنها في تونس، لن يكون الا لصالح الديمقراطيه. حتى جميل. وان حكم غير الديمقراطيين بعد الانقلاب الامر قضي، واقول هذا جازما، لن يكون بعد الانقلاب الا يعني مسار يصب في اتجاه الديمقراطيه واستعاده شروطها واستعاده مؤسساتها، حتى وان كانت هناك مرحله انتقاليه لم يحكمها الديمقراطيون. نعم سيد بلبابه، سؤال رجاء. زهير يقول ان المزاج السياسي الان ما بعد 30 مارس وما بعد قرار البرلمان وطرحه لمشروع قانون ابطال المراسيم الرئاسيه 117 وقبلها مواتي الان. انا اسال اختيار توقيت اعلان الجبهه السياسيه تقريبا قبل شهرين او ثلاثه من الاستفتاء المزمع في 25 جويلية. ثانيا البارحه او حسب استطلاع راي المؤسسه انسايت تي ان خاص بشهر فيفري تقول انه هناك تراجع حاد في شعبيه قيس السعيد لتبلغ ادنى مستوياتها منذ انتخابه سنه 2019، واظهر استطلاع الذي نشرته المؤسسه على حسابها في تويتر وتشاهدونه على الشاشه ان نسبه التاييد الشعبي للرئيس السعيد تدحرجت الى مستوى 23.2. انا اسال التوقيت الاعلان الان هل تراه مواتيا؟ لا نعم اعتبرها مواتيه. نعم الاعلان عن جبهه الخلاص الوطني هو طبعا جاء بعد مخاض وبعد مشاورات وبعد لقاءات متعدده قامت بها مكونات هذه الجبهه وقادها الاستاذ نجيب الشابي. بكل تاكيد يعني هناك توقيت مهم، التوقيت مهم لانه ياتي قبل فتره من دعوه الناخبين الى الاستعداد، او طبعا سياتي امر من رئيس الدوله بدعوه الناخبين الى الاستفتاء يوم 25 جويليه. عندما يتزامن سيد بلبابة يعني ساضيف واعيد لك الكلمه، يتزامن هذا الاعلان يوم فقط لجنه العلاقات الخارجيه بالكونغرس البارحه تقول ان تفكيك سعيد لمؤسسه الديمقراطيه وهدد العلاقات الامريكيه، واليوم وزاره الخارجيه تقول الامريكيه قد يقوم بشان قرار سعيد اعاده تشكيل هيئه الانتخابات. هو نعم هو طبعا انا قرات يعني بلاغ نيد برايس مستشار وزير الخارجيه الامريكيه الذي طبعا ينتقد حل هيئه الانتخابات في تونس ويعتبرها انها يعني خطوه لا تساعد على البناء الديمقراطي، وطبعا دعوات الحكومه الامريكيه كالعاده الى اجراء حوار تشاركي وما شابه ذلك للخروج من الازمه لا يقصي احدا. ولكن هذا طبعا ما يقال في 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 بالنسبه في الغرب. انا حقيقه لا اعول كثيرا على ما يقال في الغرب، لان الغرب هو يعول صحيح يعطي بعض البيانات هنا للاستهلاك، ولكن كذلك لكن يبحث دائما عن مصالحه هو بالنسبه له، يعني سواء الامريكان او غيرهم. هو صحيح يعني تشكل الجبهه او ان هناك طيف واسع من المعارضه يتشكل في جبهه معينه هذا يجعله طرفا مفاوضا قويا سواء في الداخل او في الخارج. ونحن للاسف يعني عندما البعض يستغرب ربما لماذا يتدخل الخارج فينا، يعني الخارج متى يتدخل؟ يتدخل عندما يحصل انقسام حاد في في في, نعم. في البلاد، فبالتالي يتدخل الخارج. يعني عندما نكون منسجمين هذا سيغلق الباب جميعا امام اي تدخلات خارجيه. لكن الان الوضع على ما هو عليه، وهذا الخطاب طبعا الذي نراه طبعا في تقسيم وفي تحرير وفي ما شابه ذلك، هذا كله يغطي التدخلات الخارجيه. ولا ننسى كذلك ان الخارج لديه مصالح في تونس، وهو صحيح يعني انفق على مسار الانتقال الديمقراطي، الامريكان انفسهم يقرون بذلك، لكن هم في الان نفسه ان هذا الخارج ايضا يريد الاصلاحات الاقتصاديه الموجعه والتي يرى ان الرئيس قيس سعيد قادر على تمريرها، ولا تقدر على تمريرها حكومه ربما منبثقه من البرلمان وستخضع ربما للمساءله وما شابه ذلك، ولذلك تاجلت هذه الاجراءات اكثر. ولو انه الاخبار الوارده من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تقول بانه الاتفاق لن يقع
لن يقع وقع تأجيله، ولكن دائما يقولون بأن تونس تسير في اتجاه صحيح، في ولكن اتجاه ما نعم. زال يطلبون أكثر، ما زال يطلبون أكثر، لأن هناك إجراءات أكثر إيلاما ما زالت. وهذا طبعا لا يمكن أن يرضى به مثلا الاتحاد العام التونسي للشغل، لأن هناك إجراءات حقيقية موجعة جدا. بالتالي هذه الإجراءات، ولذلك أنا أقول، ما أنا قرأت منذ قليل تدوينة للدكتور مرزوقي يقول بأن الاتحاد العام التونسي للشغل مثلا لا يتصور نفسه أنه في وضعية مثل 2013، أنه أنه نعم حول مائدة، بل هو على مائدة الطعام كما ذكرها. إذن فهو نفسه قد يكون مستهدفا، لأن هناك ضغوطات على الاتحاد للقبول بهذه الإجراءات، لأن صندوق النقد الدولي يطلب موافقة الاتحاد. وحتى الطبوبي ذكر بأن نجلة بودن رئيس الحكومة هاتفته ذات مرة غاضبة لأنه رفض ربما بعض الإجراءات نعم أو بعض القرارات. إذن هنا عندما نتحدث عن كل هذا، شوف، صحيح الغرب يريد ديمقراطية ربما شكلية فيها مؤسسات، لا يريد نزوع الرئيس مباشرة نحو جمع كل السلطات بين يديه، لأن هذا قد يحصل انفجار اجتماعي، وهذا ما يخشونه هم. لأن وهذا نحن ما الآن نبهت في ظل إليه. الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، نعم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية قد تحدث انفجار اجتماعي إذا ما تواصل، نبهت إليه خاصة مجموعة بأن الأزمات هناك أزمة الدولية سيد مالية. بولبابا. نعم 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 نبهت إليه. فبالتالي هم يخشون من ذلك، ولا يريدون من تونس أن تنزلق إلى هذا الأمر، لأن قد يسبب خطرا حتى نعم على جنوب أوروبا وحتى على مستقبل البلاد، مستقبل الدولة. لكن في الآن نفسه، وهنا أعيد الكرة من جديد الأخ زهير، جبهة الخلاص الوطني هي صحيح تشكل واجهة جيدة. أنا لو كنت مكان الرئيس قيس سعيد سأستدعي السيد نجيب الشابي، وربما قد أفاوضه إذا قال، لأنه يمثل ربما نعم مجموعة كبرى من الأحزاب والتيارات، ويقع عملية التفاوض، ولما لا يكلفه حتى هو برئاسة الحكومة مثلا. نعم معناه إذا حكومة إنقاذ وطني، ونضع الجميع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار. ومعنى حتى هنا ما يقوله البعض هو دائما الجبهة الخلاص تسعى دائما إلى الضغط، عبر طبعا وأن تكون بديلا، لأنها كما قال هو حتى الشاب اليوم في الندوة الصحفية، قال يعني أننا قد نكون يعني في مرحلة ما بديلا جاهزا عندما تعفنت الاوضاع، لان اذا كانت سارت الامور بهذه الصوره قد تتعفن الاوضاع. سؤالكم اكثر سيد واكثر زهير من باختصار. أكثر. نعم سؤالنا للسيد زهير، انا سمعت الاخ زهير منذ قليل يقول بانه من الصعب حتى ان نصل الى الاستفتاء، هل لديه معطيات حول هذا الامر؟ هل هي او امان ان ام ربما معطيات؟ هذا هو الغيب. اي هذه الحاجه الاولى، والحاجه الثانيه كذلك، هل ان جبهه خلاص خلاص إذا جمعت خلاص وطني، إذا لم تلقى استجابة من رئيس الدولة في مبادراتها للحوار أو ما شابه ذلك، يعني كيف ستتصرف في المرحلة اللاحقة، خاصة أن الرئيس قيس سعيد كما نرى لا يحاور أحدا؟ نعم سيد زهير، تصور. نعم استمعت سؤال، استمعت الى سؤال سيد بولبابا. نعم سمعت سؤال الاستاذ بولبابا، وكعادته هو مدقق ومحقق في اسئلته، مشكور جدا على هذه الاسئله استاذ بولبابا. انا يعني في تقديري، بعد ان تحدثنا عن السقف، يعني جبهه الانقاذ ليست لمفاوضه الانقلاب، هذا امر مهم، رغم اننا دعاه حوار، لكن حوار باي مرجعيه؟ بمرجعية الدستور والديمقراطية، يعني وهذا للجميع، حتى للفاشية إذا تخلت عن فاشيتها وقبلت فعلا بالديمقراطية وقدمت هي أيضا نقدها الذاتي، بمعنى آخر إذا كانت الأرضية هي أرضية الديمقراطية والاختيار الحر والدستور ومؤسساته، فهذا مفتوح للجميع. لكن جبهة الخلاص ليست يعني أداة للتفاوض والمفاوضة، يعني المفاوضات السياسية، لا، نحن قلنا يعني هي ستستقبل إزاحة الانقلاب وغلق قوسه والإعداد لبديل الديمقراطي. يعني لنضع جدلا، وهذا هو مستحيل بالنسبة لي، نحن أمام رئيس أو أمام شخص لا يحاور إلا نفسه، لا يحاور إلا نفسه، وحتى نفسه ربما يحاورها بصعوبة. فهنا يعني لنفترض جدلا أنه تخلى عام 117 وعاد إلى صلاحياته،
التي ضبطها الدستور. نعم. عند هذه نقول أمام إنجاز المهمة الأولى وهي غلق قوس الانقلاب، والدخول في مرحلة ثانية أي استعادة الديمقراطية فيما يتعلق بالاتحاد. نعم، حتى نربح على وقت سيد زهير. لكن لا يمكن اللقاء يعني بين من مرجعيته الدستور الديمقراطية ومرجعيته يعني 117 وهو نفس الدستور والانقلاب على كل يعني المؤسسات الديمقراطية. ثم أن فعل الانقلاب رغم كل يعني مع كل الاحتمالات حتى منها العودة إلى مربع يعني الذي ربطه الدستور هو يعني جرب سياسي خطير لا يسقط بالتقادم. مثلا نطلب من الجميع المراجعة، ومثلا نطلب محاسبة كل من أخطأ. أيضا من أتى الانقلاب ومحيط الانقلاب هي مسؤولية، من أتى هذا الفعل يجب أن يتحمل فعله. هذا جانب، يعني جانب هو أن الجبهة على قدر كبير من الوضوح وهذا مهم جدا. ولذلك قلت لا يعني حتى وإن كانت تتعامل مع مواد سياسية سائدة، ولكن السياق الذي يعني كان وهذا المسار الكفاحي المهم وهو مسار مهم جدا. لماذا؟ لأن يعني غلق قوس الانقلاب راه سيكون حدثا غير عادي مهما كان الطرف الذي سيتولى المرحلة بعده. هو إسقاط انقلاب في المجال العربي في ظل نظام أو بقايا نظام العربي بوسائل مواطنية ديمقراطية في وقت قياسي. نحن تعودنا في تجربتنا التاريخية منذ الخمسينات أن تعمر الانقلابات. نعم. أقلها 30 40 50 عام يعني. لكن هذا يا سيد زهير أنت تتحدث وتفترض، اسمح لي رجاء، أنت تفترض سقوط الانقلاب إلى أن يحصل ويسقط هذا الانقلاب. خلينا نحكو في الموجود الآن وفي ظل الحديث الآن عن اتحاد، اسمح لي رجاء، الاتحاد العام التونسي للشغل، نحب نشوف الفرق ما بين مواطن ضد الانقلاب في تعامله وفي قربه من الاتحاد وما بين جبهة الخلاص. هل معقول الآن أنه ما نتخلصوش من الجبهة القديمة الرباعي الراعي الحوار الوطني والاتحاد، وإن كان الزمن غير الزمن والاتحاد غير الاتحاد؟ شنو هو طبيعة علاقتكم دعوتكم اتحاد في جبهة الخلاص؟ سيد حسين أنا أتمنى أن يكون هناك رباعي راعي للحوار، لكن غير موجود. وأنت أشرت إلى ذلك، وضعية يعني حقوق الإنسان الرابطة معروفة وهي في أزمة خانقة حادة. يعني عمادة المحامين تعرف الانقسام الذي فيها. الاتحاد، وأنا أقول يعني قيادة الاتحاد ليس هي القيادة، أقولها بوضوح، يعني الطبوبي ليس حسين العباسي، مع يعني احترام يعني كل المقامات. الاتحاد يعيش مشكل، لكن بالنسبة للاتحاد يعني موقفنا هو رحلناه إلى الجبهة. نحن قلنا حتى في الاتحاد، الاتحاد هو يتحرك من داخل سقف 25، ولكن في علاقته بمشروع قيس سعيد في مسألة الاستشارة وفي مسألة يعني التنظيم القاعدي إلى آخر يعني هذه السلسلة من هذا المشروع السياسي الهلامي، الاتحاد يتجه إلى أن يخرج من سقف 25. حينما يشير السيد الأمين العام إلى لابد من ديمقراطية، وقال بالحرف الواحد وكأنه يعتذر أو يبرر للتعثر بتاع العشر سنوات، يقول الديمقراطية لا تبنى في عشر سنوات، ونحن مع الديمقراطية ونحن مع مؤسسات بما فيها البرلمان وإن كان غير هذا البرلمان. نعم. هذا يعني هذا المضمون هو يتجه بالاتحاد إلى أن يخرج من سقف 25، ونحن ندعوه إلى ذلك، ندعوه يعني إلى ذلك. الاتحاد حتى مع الثورة كان له هذا الخروج التدريجي من موقف هو ضمنيا مع النظام القائم، تعرفون هذا في ما قبل يعني في شهر جانفي تقريبا، وحينما احتدت الانتفاضة المواطنية واتسعت يعني أفقيا، كان له موقف. ثم في هيئة وطنية شهيرة أطلق المبادرة وحرر المبادرة للجهاد، ثم التحق بالثورة. هذا هو المسار الذي يتجه إليه الاتحاد، ونرجو أن يعني يتجه إلى هذا، مع أن الاتحاد اليوم هو مستهدف من أي ناحية، رغم أنه لم يكن العنصر الفعال في الثورة، بل ربما لعب العكس، وهذا يجب أن يقال. مثل ما نطالب الجميع، هو كان جزء من هذه تقريبا أكثر طرف له وزراء كان الاتحاد العام للشغل، لا توجد
حكومة منذ 2011 إلا وله فيها يعني وزراء معلومون ووزراء آخرون غير معلومين، ولذلك هو طرح مسؤول مسؤولية أساسية، بل أكاد أقول المسؤولية الأولى. ولذلك هو مدعو إلى أن يخرج من سقف 25 وأن يكون جزءا من استعادة الديمقراطية. نعم. إلا بأنه عمليا هو عمليا ضحية، فيكون يعني ضحية من ضحايا الانقلاب، وإذا لم يسارع الخروج من سقف سيكون ربما ضحية. واضح سيد زهير. سيد زهير اسمح لي، الوقت يمر رجاء. في مقابل السعي الحثيث لجبهة الخلاص لتوحيد ولضم أكثر ما يمكن من الأطراف السياسية، هات نستمع إلى خطاب لسي شفتر من خلال نفهم رؤية السعيد، لأنه في الأيام الأخيرة كان وصف التقرير مجموعة أزمات دولية وحتى افتتاحية الواشنطن بوست كانت واضحة، تقول إن السعيد ماض نحو هدم الربيع، أفضل أمل الربيع العربي، وإنه رجل لا يسمح. هذا نشوف شفتر هذا يتحدث باسم تنسيقية السعيد ورؤيته لمشاركة الأطراف السياسية في المسار السياسي. يلا شفتر ونرجع. طيب الآن في انتظار جهوزيته سيد بلبابة، تعقيب أو سؤال حتى نمر إلى الركن الموالي من خبر وتعليق رجعا. هل من تعقيب على نعم 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 هنا انا قلت طرحت سؤالين، هو ربما السيد زهير الذي احييه طبعا على الاجابه عن السؤال. هناك سؤال اخر قال منذ قليل بان ربما لن نصل حتى الى الاستفتاء، يعني هل لديه معطيات او معلومات، هو مبني على تحليل لمسار الامور. المساله الثانيه هي في علاقه مع الاتحاد العام لتوزيع الشغل، يعني نحن نعرف ان مثلا الاستاذ احمد نجيب الشابي له علاقه جيده بالكل، يعني حتى هم مواطنون ضد الانقلاب كثير منهم نقابيون، يعني هل هناك لقاء مرتقب للسيد نجيب الشابي مع السيد نور الدين طبوبي في الفتره القادمه؟ ما هو يقوم بمساعي متعدده، هل حصل اللقاء؟ ربما قد يكون حصل اللقاء ولكن لم يعلن، ولكن أنا أعتقد يعني حتى في علاقة بالاتحاد ربما السيد نور الدين طبوبي يبدو أكثر شخصية يريد الدفاع يعني على المكسب الديمقراطي في مقابل أعضاء آخرين يواجه ربما أغلبية داخل المكتب التنفيذي مساندة للرئيس قيس سعيد. طبعا نراه هنا حتى تصريحاته السابقة، هو صحيح فيها تصريحات اجتماعية بالأساس، لكن يعني المغزى السياسي موجود. هل هناك مساعي أو هل وجد لقاء أو هل سيوجد، هل هناك حوار بين الشابي والطبوبي في الفترة الحالية والقادمة؟ وما مدى مراهنة ربما جبهة الخلاص الوطني على هنا مسألة العلاقة مع الاتحاد؟ هل هناك رهان على العلاقة مع الاتحاد؟ نعم واضح سيد زهير السؤال. المسألة الثانية سؤال هنا مش وجهه للسيد زهير، أي سؤال آخر مباشر، هو حول الأداء الإعلامي يا سي زهير، الأداء الإعلامي لجبهة الخلاص الوطني، هل هناك تصور؟ نعم هل هناك تصور؟ نحن نعرف يعني كيف ماذا حصل الإعلام بعد 25 جويلية. نعم ورأينا يعني تقريبا حتى البرامج السياسية ونوعية يعني ما يقدم، هل هناك تصور أو سياسة إعلامية سيتبعها؟ لأننا فإن المواطن البسيط ويتأثر بما يقال يعني. واضح الأسئلة سيد زهير، لا أتحدث سيد زهير. عن النخب ربما هو واضح. تفضل سيد زهير. حول أنا يعني توقعت كنت لن يكون هناك استفتاء في تقدير الخاص، هو في الواقع تحليل بأي معنى تحليل، لأن هناك معطيان مهمين. المعطى الأول هو حجم التدمير، يعني بالله أعطوني شيء واحد بناه الانقلاب، لم يضع يعني لبنة فوق لبنة، وهذا الهدم يعني في النهاية يهدد الدولة كما يهدد المجتمع، وهذا خطير. المعطى الآخر الأهم هو حجم نعم نسمعك سيد زهير تفضل. نعم
الأمر الأول هو حجم التدمير الذي يقع، لأن له نتائج مباشرة هذا التدمير. الآن كل شيء معطل، الإدارة معطلة، كل شيء معطل، وكل شيء يعني تقريبا يصير يعني حسب المشافة وحسب الأوامر الشفوية. هناك ارتباك كبير داخل المؤسسات. نحن الآن في الدرجة الصفر للدبلوماسية والسياسة الخارجية، هناك عطلة كبرى، الدولة معطلة. هذا المعطى الأول لا يمكن أن يتواصل، وهذا يهدد بانهيارات يعني قريبة. المعطى الثاني حجم الأزمة الاقتصادية، وأنتم يعني تلاحظون يعني لا توجد مفاوضات، حتى التواصل كان تواصلا يعني بطريقة غير مجدية بين الوفد التونسي ويعني صندوق النقد الدولي والمانحين الدوليين. ولذلك حجم الأزمة الاقتصادية وتفاعلاتها وتفاقمها لا يمكن، لن يسعفنا يعني بالوصول إلى 25. مع أني لا أشر، وهذا أعتبره مهم جدا، هو أننا كثير دخلنا في مزاج ما بعد الانقلاب. الجانب الثاني يخص الأستاذ نجيب الشابي. الأستاذ نجيب الشابي هو في شخصه له علاقة يعني متطورة وقوية مفتوحة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وأشار هو في كلمته يعني قد يكون له مواعيد، أنا لا أعلم ذلك، ولكن سواء بالنسبة إلى الجبهة أو بالنسبة إليه هو أشار في خطابه إلى أن الجبهة مفتوحة إلى كل المنظمات وفي مقدمتها، وأشار اليوم إلى الاتحاد العام التونسي للشغل في إطار، طبعا في إطار ما تقدمه الجبهة من سقوف. ويمكن يعني هنا يعني سواء على لأن حتى أنتم أشرتم إلى الوضع الخارجي، أنا مع الأستاذ بلبابة، أنا كثير أنا أيضا لا أعول على هذه المواقف الخارجية، وإن كنا كناس ندافع عن الديمقراطية وندافع عن القيم الإنسانية، نشترك مع يعني الديمقراطيين في العالم مع هذه القناعات، ويسعدنا أن يتكلم الديمقراطيين من منطلق ديمقراطي. لكن ما نطلبه من شركائنا هو أن يحترموا هذه المبادئ. مع يقيني الشخصي، هذا موقفي الشخصي، هو أنهم يعني يطلبون في إطار ترتيبات معروفة تمتد من المتوسط إلى يعني وسط آسيا، وكأننا أمام بناء نظام أمني جديد، كأن يعني ما بني من نظام أمني ودولي على أنقاض الحرب العالمية الثانية قد استنفذ أغراضه. نعم سيد زهير، لحظة بالله يا سي حسين، الوقت دهنا فيما يتعلق بالمسألة الإعلامية، رجاء باختصار. إيه سأجيب. في هذا الوضع هم يطلبون الاستقرار، يعني ماذا بهم الاستقرار يكون بالديمقراطية؟ ولكن أنا شبه يقين عندي، وحتى من خلال التجارب، حتى إن كان استقرار ب يعني نظام مركزي دكتاتوري مع شيء من الانفتاح على شكل نظام حسني مبارك، هذا يعني إذا فرض نفسه لن يكون محل اعتراض. لكن الانقلاب وقيس سعيد ليس له هذا الحد الأدنى، نحن أمام عملية تدمير، لا يوجد بناء، لا يوجد بناء. وأنت أشرت في مقدمتك إلى هذه الرقافة القيمية والأخلاقية والسياسية، لا يوجد معنى، لا يوجد معنى. حتى أن أنا أعتبر ستبقى هذه الوصمة فضيحة تلازم الطبقة السياسية والطبقة السياسية كلها والنخبة والأكاديميين والجامعيين، حتى وإن تم تجاوز هذا القوس ستبقى وصمة حقيقية. نعم. في ظل يعني أمر أن شخص يسطر، شخص يملك كل السلطات، ليس فقط السلطة القضائية والسلطة التشريعية والتنفيذية، بل أضاف إليها السلطة الرقابية والسلطة أخرى خامسة أخطر هي السلطة التأسيسية. نعم. يعني بلا مرجعية إلا أنه يقول أنا المرجع، يعني القول هنا يصبح هو المرجع، وهذا يعني تقريبا. نعم سيد زهير، فيما يتعلق بالسياسة الإعلامية لجبهة خلاص، الجانب الإعلامي الجبهة تتشكل في بداياتها، ومن المهم أن تنتبه إلى هذا الجانب الاتصالي. نحن نركز ليس فقط على، طبعا من المهم أن نوضح يعني طبيعتنا ومهمتنا والمراحل التي نمر بها، ولكن الأكثر هو اتجاهنا بالإضافة إلى الجانب الإعلامي على المستوى الداخلي وكذلك على المستوى الخارجي، لأننا يعني لسنا في جزيرة، نحن لنا
علاقات تقليدية، لنا شراكات تقليدية ربما نختلف عن غيرنا من الاستبداد أو من الانقلاب، وأننا نحاول أن نقاربها من منطلق وطني، ونعتبر أن الديمقراطية هي التي تمكن من أن نقارب مصر تونس من منطلق وطني سيادي. الأهم في الجانب الإعلامي هو اتجاهنا إلى الأعماق، وستكون للجبهة جولات مكوكية في كل الجهات، وهنالك يعني برنامج، وهذا جزء من الخطة الإعلامية ربما، وكأننا نستعيد سياسة الاتصال المباشر لأهميتها، وأن تكون الأعماق والجهات ربما لأول مرة تساهم في إعادة إنتاج البديل السياسي. نعم. والبديل الديمقراطي كانت ربما تشارك عن بعد، الآن ستكون هي المعنية، وهذا جزء من سياستنا الاتصالية، وقد يشكل تحولا نوعيا في عمل جبهة خلاص. خبر وتعليق حتى أعطي الفرصة لكما للتعليق على خبر أو اثنين. يلا، سيد بلباب، نستمع إلى فيديو شفتر ثم أعطيكم التعليق. نرجع بالباب. اليوم إيلون ماسك اشترى تويتر ب 45 مليار دولار. نعود الصوت، نعود الفيديو شفتر. يلا، صدف انا نفس موقع زهير المغزاوي، هو نفسه بتاع نادي عكيش، وكثيرون من الانواع كما التيار الديمقراطي، كما مجموعه من الاحزاب اللي سماها نيكودس الروبافيكيا، هذوما هما الفصيل الذين يريدون دخول تونس. ثم احزاب اكدس بتاع روبافيكيا، بيتم معنى الكلمه احزاب سياسيه تخدم الان كبيادق في أجندات لا تعلم حتى من أين تأتيها. على العموم، حركة الشعب من بين هؤلاء؟ والله شوف، الأسئلة المباشرة هذه، أنا كل من تبنى التمشي الفوقي لعملية بناء نظام الحكم أنا أتهمه. زهير المغزاوي وجه لكم اتهامات صريحة بأنكم تتصارعون اليوم ليس من أجل إصلاح البلاد، وينتقد رئيس الجمهورية على إحاطة نفسه بكم. أبش يجي لي تحليل التموقع الذي يأخذه زهير المغزاوي، ولا أتمنى أن يكون كل مكونات حزب فرد تمشي. هذوما المجموعات التي أرادت أن تتموقع ذات 25 جويلية من أجل دخول العصر الجديد بالامتيازات القديمة. هو ماذا يريد من الحديث؟ هو يريد من مثل هكذا حديث، يريد أن يتموقع في عملية إعادة بناء التشكل السياسي المستقبلي. هو أمام أول تيست اللي هو الاستشارة الوطنية، سقطت منها الأقنعة، يعني لم يشارك قيادات حركة الشعب، ركبوا على 25 جويلية، اصطفوا. هو هذا 25 جويلة راه موش ملك أحزاب. سيد بلبابة، شفتر يقول أن زهير المغزاوي وحركة الشعب مجرد عدم مشاركتها في الاستفتاء الإلكتروني الذي دعا له الجمهورية مبرر لأنه كلاسيها. كيف تريد إذا كان بمثل هذا الخطاب رئيس الجمهورية يقبل المخالف ونحكو على حوار وطني مع المختلف الآخر؟ يعني هذا هو، إذا كان شفتر هذا يتحدث عن حركة الشعب وعلى المغزاوي وهي من أكبر مساندي الرئيس بالصورة في أول اختيار بسيط، يعني كيف ستكون نظرتهم الى المخالفين؟ سيكونون جراثيم وفيروسات وخونة وما شابه ذلك. بالتالي هذا يعني غير مستغرب هذا الخطاب. وتابعت انا والله في حقيقة حتى بعض المنابر الاعلاميه لم اعد، انا خاصه المحليه لم اعد ارغب في المشاركه فيها. يعني تابعت يوم امس مثلا في نفس البلاتو هذا بين سيده محترمه يعني استاذه فلسفه وواحد اخر كذلك من مفسري الرئيس، يعني خطاب متدني إلى أبعد الحدود من حقيقة. ولذلك أنا لما ذكرت الآن مع السيد زهير إسماعيل حول مسألة الأداء الإعلامي، مثلا لاحظ زيد السيد نجيب الشابي حضر في بلاتو إعلامي منذ أسبوعين مع شخص أو شخصية، ولاحظ زيد كيف تعامل معه رغم الماضي التعيس لذلك الشخص. معناه رأوا هنا حتى مسألة الأداء الإعلامي رأي مهمة جدا، معناه لا تجعلوا أنفسكم في مواقف أو في مواقع مع من لا يحترم مقاماتكم، راي مهمه جدا. راو احيانا يا اخي معناها راو ديما فما شويه تكافؤ حتى في الـ في الـ في الحوار او حتى مع من تتحاور. ما ليس بعد ذلك ان تذهب الى الاذاعات او المنابر التي تتماهى معها، لا، وكل وسيله اعلام عندها خط تحريري.
لكن لابد ان يكون هناك جانب من المهنيه في الاداء الاعلامي. يعني هناك الراي والراي الاخر، وهناك احترام الراي المخالف ايضا. لذلك انا لذلك تحدثت منذ قليل عن السياسه الاعلاميه لمواطن لجبهه الخلاص الوطني. طبعا هذا اذا كان السيد شفتر يتحدث عن حركه الشعب والسيد المغزاوي بهذا الشكل، فكيف سيتحدث عن نجيب الشابي وعن جوهر بن مبارك وعن بقيه الطيف المعارض؟ يعني بكل تاكيد ستكون معناها اجابه من جنس ما له الان وحده. نعم سيد زهير بسرعه رجاء، هل من تعقيب على خطاب شفتر؟ لان الوقت دهنا سيد زهير. والله والله يا سي حسين، هو انا اقول مع انا لست انا ما بحبش السبان والواحد، ولكن يعني التعليق هو انه لا تعليق. لماذا؟ لان هذا ليس له صفه. بالله ما معنى حمله تسييريه؟ هل تبناها قيس سعيد؟ هو يقدم نفسه، هل تم تبنيه؟ يعني سعى يعطينا الوضعيه بتاع الستيل واضح ثم نناقشه. هو تحدث عن الفريق السياسي وهو محق في ذلك، ولكن هو انا بالنسبه الي واعرف هذه النغمه، اعرف يعني ماذا من يمثلها. هو هذا هو ايضا من الفريق، ولكنه فريق ايديولوجي، هو فريق ايديولوجي، ويعطي صوره اخرى عن ان هذا الانقلاب ومحيط الانقلاب في وضعيه رثه فعلا. الانقلاب ما الذي يمكنه من التواصل؟ هو انه باسم يعني تنفيذ الاوامر وباسم القانون، يعني الاجهزه الصلبه، وتحدث عن الجيش والداخليه تطبق الاوامر، وهناك اذرع اعلاميه تسنده. نعم. مثل القوه اخرى، هل هو قوه حجه او قوه شعبيه؟ حتى الشارع ليس له شارع، ليس وقارعناه في الميدان. ثم انت تذكر انه دعا الى يعني من وزاره الداخليه منتصف الليل الناس للتظاهر، ولكن كان هناك عشرات مقارن بين ليس له اذا شارع. كان الامر كذلك سيد زهير حتى نختم، ما الذي سمحني ما الذي يرفع دعائم هذا الانقلاب رغم كل ما حكيت عليه من غياب شعبيه وغيره؟ هو لوبي جهوي، يعني انا لا اقول يعني يوظف، هو يعني يراهن على عمل الدوله، لان الاجهزه هذه تتبع الدوله، الداخليه والدفاع تتبع الدوله، وحينما تصدر اليه الاوامر ليس لها الا ان تنفذ بدرجه من الدرجات، وتم توريطها وجرها الى 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 التجاذب السياسي. تلك الخطب يعني لم يعرف تاريخ تونس ان يقف يعني مسؤول سياسي في مؤسسه امنيه او عسكريه ويواجه خصومه، ربما باستثناء احيانا بعض الخطب في المحاكمات يعني السياسيه، سواء امن الدوله او وكانت يعني حالات شاذه وعابره. ولذلك نحن امام يعني وضع لا يمسكه الا الاجهزه باسم الدوله، لانها جزء من الدوله. وهناك يعني قلت هذه الاذرع الاعلاميه، حتى الاذرع الاعلاميه الان تغير موقفها، لا يعني باتجاه الديمقراطيه، ولكن بعضها، واستمعت اليوم الى بعضهم، يعني وكأنه نتخلص من هذا ومن ذاك، نتخلص من المتفارعين نحو افق ثالث. هذا يؤكد ان يعني مستقبل الانقلاب، انا يعني هنا لا رسالتك سيد زهير في خاتمه الحلقه، رسالتك لا مستقبل له يا اخي، لا مستقبل له. نعم رسالتك سيد زهير حتى نختم رجاء في دقيقتين. هو أنا لا يعني نخطو خطوة جديدة باتجاه استعادة الديمقراطية وغلق قوس الانقلاب، وتمثل جبهة الإنقاذ معطى جديدا يعني سياسيا في ظل نوع من الفراغ، هي تتويج لمسار كفاحي مهم جدا، واجه الانقلاب وحقق جملة من النتائج السياسية العملية، ونأمل أن تكون مقدمة إلى يعني غلق هذا القوس وبناء البديل الديمقراطي، والذهاب إلى مرحلة أراها صعبة جدا أسميها مرحلة يعني محو أثار الانقلاب. نحن أمام أثار التعسكر لعشر سنوات، مضاف إليها الكوارث الانقلاب، ستكون مرحلة صعبة، ولكن 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 يعني اللقاء السياسي الواسع هو الحل الوحيد لكي نعيد يعني تعافي تونس من جديد. سيد البابا
شكرا. طبعا هنا لا بد ان نشير الى مساله مهمه جدا، ان المشاكل تونس دائما عبر تاريخها مهما بلغت الازمات ومهما بلغت ربما حديتها، على عكس ما يروج البعض حول معنى مساله التنازع الشرعيات او تصعيد الامور الى الامام، اعتقد ان في النهايه يعني قد يتغلب صوت العقل في تونس، قد تتغلب الحكمه، قد تتغلب المصلحة الوطنية. تونس تحتاج إلى حوار حقيقي لتجاوز أزماتها، تحتاج إلى يعني إلى رسالة. يعني تصور مثلا الرئيس قيس سعيد يستدعي السيد نجيب الشابي في لقاء معناه لتدارس هذا الأمر، باعتباره يمثل يعني الآن جبهة عريضة، ويتم تدارس ولقاء مع الاتحاد العام لتونسي الشغل والمنظمات الوطنية كل معناه في لقاء، ونحن على في شهر في نهاية شهر رمضان. هذه ستكون صورة رائعة أمام العالم بأن تونس رغم هذه الصراعات والخلافات قادرة على إدارة أزماتها وصراعاتها. هناك فن اسمه فن إدارة الأزمات والصراعات، يمكن هنا معالجتها بجلسة واحدة عندما طبعا نتغلب على ربما حساباتنا السياسية وحساباتنا الشخصية والتأثيرات الخارجية والداخلية وما شابه ذلك، ونغلب مصالح الوطن العليا. أعتقد بأن مثل هذه الجلسة الضرورة، ومع طبعا رئيس البرلمان معهم بكل أكيد، وتصبح يعني رسالة ليس فقط للداخل، رسالة للداخل وللخارج. وسنرى كيف ستتدفق المساعدات على تونس وكيف ستفتح أبواب الاستثمار ولنعالج مشاكلنا الحقيقية. لا والله أنا عندما أستمع إلى الشباب التونسي ومشاغله الحقيقية، حقيقة يعني أنا يعتصر قلبي عندما أرى يعني مشاغل الشباب. نعم. في الشغل، وأنا أرى الكثيرين للأسف معناها هدفهم الوحيد هو الهجرة والسفر، يعني لأنه لا يجد أملا ولا يجد ربما أفاقا حقيقية في بلاده، لأننا بالفعل الطبقة السياسية لم تعطيه هذا الأمل. يعني السلطة الموجودة الآن للأسف منذ عقود لن تعطيه الأمل، ولم تعطيه يعني هنا بالحق رأوا نحتاج إلى رجال وطنيين يفكرون في مصلحة الوطن من أجل أن نتغلب عن خلافاتنا وصراعاتنا. هناك فرصة حقيقية لإنقاذ بلدنا. نحن نتحدث الآن عن أزمة خانقة يعيشها الاقتصاد الوطني، ورأي هذه الأزمة الخانقة لا تحل بالشعارات ولا بالكلام ولا بالتهديدات، تحل بمسائل عملية. وهنا ربما في مبادرة جبهة الخلاص الوطني في الحوار الاقتصادي والاجتماعي، مبادرة جيدة على رئيس الدولة أن يلتقطها هنا من أجل تفعيل على الأقل نخرج أمام صندوق النقد الدولي. إحنا رأوا لا مهرب، الجميع الآن يزايد ويناور ويلقي الخطابات الشعبوية، لا 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 يعني لا مهرب لتونس من صندوق النقد الدولي، وإلا فإن هناك كارثة وإفلاس حقيقي. هذا قالته حتى وزارة المالية منذ شهرين. وربما تصريح سعيدان منذ يومين فقط عندما نبه إلى أن الدولة التونسية التجأت إلى اقتراض تقريبا 700 مليون دولار أمريكي لتغطية عجز الميزانية يعني فيما يتعلق برواتب شهر أفريل، هو رسالة واضحة إلى ما حذرت منه مجموعة الأزمة الدولية من كون وراه الوضع يزداد تفاقما، وربما وما لا نتمناه هو قد يصل إلى مرحلة من الاضطرابات الداخلية، وانعكس حتى في استطاعات صبر الآراء على نسبيتها. التشاؤم واضح، إلا أنه أكثر ما يحير على الأقل في استطلاع في سيجما تقول لك 56% يقولوا تونس تسير في الطريق الخطأ، 61% غير راضين على الطريقة التي تسير بها الأمور، ولكن في نفس الوقت يقول لك 64% راضين ومختارين على رئيس الجمهورية سعيد عنده الثقة الكبرى. وحوس تفهم هذه معادلتين ظهلي بأربعة مجهول، دو زيكواسيون كاثر مكوني، هذا محل حتى حد. ولو أنه كانت إنسايتي آن كانت نبهت إلى أنه نسبة شعبية الرئيس تدنت إلى أدنى مستوياتها منذ انتخابات أكتوبر 19 و2000. هكذا نصل إلى ختام حلقة الليلة. شكرا سيد زهير إسماعيل الباحث وعضو الهيئة التنفيذية لمواطنين ضد الانقلاب، شكرا أبو الباب سالم المحلل السياسي، شكرا لمشاهدينا، طابت سهرتكم الرمضانية، تقبل الله صيامكم وقيامكم. نلتقي غدا إن شاء الله بداية 9:30 في أمان الله.